إذا لابد الإنسان يكون لحوع في الدعاء، لا يستعجل. هي قضية، ليست قضية يوم يومين شهر شهرين، هي قضية عبادة، الدعاء عبادة، فاستمر فيها حتى تموت يا أخي، ما الذي يضرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة دعا الله 16 شهرا أو 17 شهرا في رواية أنس بن مالك، يعني سنة ونصف. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، بعد 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم.